أحلى ناس مع الإعلامية رابعة الزيار. الألقاب مثل المصاري، تجي وبتروح، نجومية كمان تجي وبتروح، البرامج على التلفزيون تجي وبتروح. سألوني أنا اللي بعرف، ما هيك؟ حتى السلطة لا، هيدي هون ما بتزبط. السلطة بلبنان متى ما اجت بتبطل تروح، لا الله من عنده يرد الروح. بس بالفن القصة كلها بتصير غير، لأنه محبة الناس الوحيدة اللي بتبقى حتى بعد ما نروح. على 37 سنة كله بيجي وبيروح وبيتغير إلا ثلاث قصص: بطرس حرب نايب عن البترون، العجقة على مستديرة الصالومة، وراغب علامة سوبر ستار. إيه بس مش بس سوبر ستار، الزلمة ما مندد لحاله ولا مرة على القليلة، دايما بالتصويت الشعبي، ايه هو السوبر ستار، وساعات السفير، ويمكن بكرة معالي الوزير، وزير مش تابع لفريق ولا لطايفة، الناس بالشارع، ما خصني أنا، بسموه معالي الوزير. إيمانه بالوطن وبالمواطن كتير كبير، وليش لا؟ بس قبل هيدول كلهم هو أحلى ناس، راغب علامة. يا هلا يا هلا. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. شكرا، انا بحس حالي عندكم كاني ببيتي. اكيد شكرا، احنا نفس الشيء بنحس، والناس هيك بحسوا راغب، لانك سوبر ستار وسعاده السفير، مشروع وزير ويمكن نايب. ليك كل الناس بتحبك لاول اثنين، هديك البقوه يعني ثلاث ارباع الناس ما كثير بتحبهم، شو بدك بهالشغله؟ لا، اولا انا عمري ما رشحت حالي ولا طرحت نفسي، انا دائما بحكي الأمور الاجتماعية بتعني لي، وعلى تويتر وبالمقابلات وباللقاءات دايما حامل هم الإنسان. الإنسان بالضبط، ببلد قسمونا أرقام وطوايف، أوكي يا خي الدين لله، بس الوطن للجميع. ليش بلدنا وسياسة بلدنا وزعمائنا صنفونا هن عالم ثالث عند العالم الأول؟ يعني نحن بدنا نوقف على السفارات ناخذ الفيز، نحن بدنا نتبهدل، ونحن كل شيء عم نعمل ضرائب. عندك رهبة تغير هالشيء؟ عندي أمل، عندي أمل، مش أنا غير، لكن أنا ما بقدر أغير، لا أنا ما بقدر، أنا عم جرب وعي هذا الجيل الجديد إنه اللي عم بصير كثير غلط، هالشباب الجديد اللي يطلعوا يحكي بمفهوم تاني، لأنه الوطن لكل الناس، إذا ما في عدل بالوطن عمره ما رح يكون وطن. عم يضحكوا علينا، عم يسرقونا، عم ببهدلوا، عم ببهدلوا الشعب. بس هيدول منهم كتير كبير أصحابك راغب، أنت عندك أصحاب من السياسيين. هو النظام هيك، أنا ركبوا النظام. هالشي يعني بصير هيدي الصرخة. ما بقلن إلا هيك، وهن بيحكوا نفس الشيء. أنا اليوم إنسان بالي على الإنسان، لا بحياتي أنا بقلك بهيك نظام، نو واي، ما إلي مطرح. بس الناس عم تتمنى إني أنا أكون بموقع المسؤولية. كتير منيح. اجا موقع معين سياسي وقال لك بدنا اياك وزير، بتعرف انت بلبنان راغب ما بيتوزر وزير الا ليكون تابع للجهة السياسية. ما رح يجي؟